امتى بدأت تشتغل مع فنانين؟ احكي لك القصه ببساطه. من الجونه 2017 كان اول سيزن لمهرجان الجونه، وانا بالنسبه لي كانت لسه اول سنه بادئ فيها، فالفوكس كان ساعتها على ضجه الباز اللي عملها مهرجان الجونه في ريد كاربت، وبشوف الممثلين ولابسين سوتس حلوه قوي. كان عندي تعليقات شويه، لا انا نفسي ابقى موجود السنه الجايه، فكان عندي خلاص تارجت السنه الجايه في السيزن الجاي انا اكون موجود في مهرجان الجونه. فبالصدفه ما عمر سعيد اول اكتر او اول سليبرتي كلمني ان احنا نعمل حاجه. طبعا في الاول وريته كل الافكار، وريته كل حاجه، انت كنت لابس كذا السنه اللي فاتت، لبست كذا قبل كده، عايزين نغير الشكل شويه، نبقى برضو سامبل شيك، مش هنعمل حاجه اود قوي او مش هنعمل حاجه كبيره، تفاصيل صغيرة بس هتغير شكل الديزاين خالص. فكان أول تجربة كانت مع عمر السعيد. في الأول طبعا كان متحمس جدا بالفكرة، يلا نعمل حاجة، وأنا طبعا أول مرة دخل هو على الريد كاربت أو وأنا قاعد مستني، فعلا بشوف نفسي بقى اللي هو الحلم اللي أنا حلمته السنة اللي قبلها. إن أنت قدرت تتحقق. صح، بس قولي برضو يعني إحساسك إيه؟ أكيد كنت متوتر، لأن برضو جداً دي ستاب كبيرة جداً قوي. جدا ببقى قاعد حاطط كأني داخل امتحان بالظبط، يعني البدلة من أول ما بشتغل فيها لحد ما سلمتها أنا داخل امتحان، في كل خطوة خايف جدا. البدلة أول مرة تظهر على حد معروف، هيظهر في مهرجان كبير، هيظهر هيبقى فيه كاميرات، هيبقى فيه أي حاجة مش مظبوطة، أنا اللي هتضايق، أنا هزعل منها. فهو الراجل واثق فيا، طالع على ريد كاربت بحاجة بتاعتي، فكان لازم أبقى قد الثقة دي. فطبعا كان حماس جدا، خوف جدا، توتر جدا، احاسيس كتير عكس بعض، بس الحمد لله طلعت حلوه جدا. والبراند بقاله كام سنه شغال لحد دلوقتي؟ ان شاء الله السنه دي السنه الخامسه. السنه الخامسه ما شاء الله. وفي الخمس سنين دول مين الفنانين اللي تعاملت معاهم؟ يعني الحمد لله كتير. كان زي ما قلنا اول حد عمر السعيد، خالد النبوي، اسر ياسين، بيج رامي، كيلاني، ما شاء الله يعني الحمد لله ناس كتير، احمد زاهر، منذر رايحنا، في لعيبه كوره، في مذيعين، فالحمد لله كان ناس كتير، احمد مجدي، محمد فراج، انا مش عايز انسى حد بس، فالحمد لله. ولحد دلوقتي بتحس ببعض الخوف وانت بتعمل البدله؟ طبعا كتير جدا بحس في حاجات معينه كده، لا لازم تبقى مظبوطه جدا، لازم في الحدث ده لازم تبقى طالعه كل حاجه بيرفكت، مفيش مجال للغلط. كل ما اسم البراند بيكبر كل ما الناس ما بتتوقعش منك الخطأ خالص، فده طبعا بيخليك في مسؤولية أكبر ان انت في كل لحظة تكوني مركزة في كل التفاصيل.